من مدينة حلب وريفها الناشط الإعلامي ومراسل شبكة شام الأخ أبو يزن الحلبي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذن بطولات وانتصارات واشتباكات لم تنقطع في كافة محاور مدينة حلب البطولة، حدثنا عن أهم هذه المعارك الدائرة، وأيضا حدثنا أكثر عما يجري. يعني هناك تسابق بين أبطال الجيش السوري الحر وأنجاس هذه العصابة بمحيط طبعا سجن حلب، بعد أن توجهت الأنظار وهناك أنباء عن وفيات داخل السجن من المساجين وهؤلاء المعتقلين الذين قطع عنهم الغذاء والماء. سأحدثك، أبدأ بالأحداث العسكرية. نعم. ثم أنتقل إلى الأحداث الإنسانية. تفضل. بالنسبة للأحداث العسكرية، هناك اليوم كانت اشتباكات قوية بين الثوار وبين عصابة الأسد في جبهات خناصر، وتم قتل 3 من جنود الأسد، كما تمكن الثوار الجبهة الإسلامية من قتل 6 أشخاص على جبهة الشيخ سعيد حينما حاول تسلل قوات النظام وشبيحته ومن يعازرهم من أبناء المنطقة. حاولوا التسلل إلى أماكن وجود الثوار، لكن كان لهم الثوار بالمرصاد وتم قتلهم. هناك اشتباكات قوية وعنيفة جدا خلال اليومين الماضيين والليلة الماضية تحديدا في جبهة اللواء 80، تلك الجبهة الذي يحاول النظام التقدم نحو المدينة الصناعية. الآن النظام هناك اشتباكات تجري في الشيخ نجار واللواء 80 وجبهة النقيرين. باليوم الأمس طلب الثوار مؤازرة من الكتائب المسلحة الموجودة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد تشكيل غرفة عمليات أهل الشام التي تضم كلا من جبهة النصرة، الجبهة الإسلامية والتي تضم تحتها أحرار الشام، ألوية صقور الشام، لواء التوحيد، كذلك جيش المجاهدين الذي يضم عدة ألوية وكتائب أبرزها كتائب نور الدين زنكي وتجمع فاستقم ولواء حلب المدينة. أمس ذهب ما يقارب 200 من الثوار إلى اللواء 80 بفضل الله، تم صد تسلل تقدم قوات النظام والسيطرة على 3 نقاط مهمة، وقد قتل في 3 أيام الماضية ما لا يقل عن 40 شخصا من قوات النظام في الشيخ نجار واللواء 80. وأطمئن السادة المشاهدين أن الأوضاع في تلك الجبهة هي النقيرين واللواء 80 الشيخ نجار هي الحمد لله جيدة. يحاول النظام مستميتا الوصول إلى المدينة الصناعية، لأنه مجرد وصوله إلى المدينة الصناعية، المدينة الصناعية التي فيها 1450 معمل، مجرد تغلغله في تلك المنطقة يعتبر نفسه أنه قد وصل إلى السجن المركزي. السجن المركزي هنا يعاني من أمراض شديدة، من قلة في الطعام. يوم أمس واليوم تمكن من دخول 5000 فضة خبز والموز، الموز والخبز إلى داخله، وقد توفي فيه أكثر من 30 شخصا خلال اليومين الماضيين. الثوار يخططون لعمل عسكري ما قريب على السجن، ويعني يحاولون في الأيام القادمة السيطرة عليه، لأن السجن يعاني من وضع مأساوي وخطير جدا جدا. كذلك إذا تمكن الثوار من تحرير السجن المركزي، هناك حوالي السجن المركزي يوجد 600 مجاهد، هؤلاء 600 يتفرغون لجبهات حلب وسط تسلل قوات النظام. هذا بالنسبة للسجن. وبين يومين أو 3 هناك قوات النظام تلقي مظلات تحمل ذخيرة وطعام لعناصرها المحاصرين الموجودين داخل السجن. عدد العساكر والضباط وصف الضباط الموجودين داخل السجن بين 300 إلى 350، أغلبهم هرب من مدرسة المشاة ومن الكندي وحندرات وتحصنوا داخل السجن مستخدمين المساجين دروع واقية. أما في حلب القديمة كانت هناك اشتباكات في محيط الجامع الأموي الكبير، وقد تمكن الثوار بفضل الله سبحانه وتعالى من صد تسلل وتقدم قوات النظام تلك الجبهة التي يحاول النظام التقدم إليها وأن يضع قدمه في الجامع الكبير. كذلك تمكن الثوار اليوم في حي كرم الطراب من ضرب قوات النظام بعدة قذائف هاون. بالنسبة لقوات النظام المتواجدة في حي كرم الطراب، تأخذ هي حيز بسيط منه، هذا الحي يمتاز بالبيوت الشعبية، لكن الثوار ثابتون رغم أن النظام يستخدم جميع الأسلحة من دبابات وقذائف فوزليكا وما شابه، لكن الثوار ثابتون بأسلحة يعني تضحك
هي مثلا البكيزي او الدوشكا او الروسيه، وضعهم الحمد لله جيد. في بستان القصر النظام يفتح معبر كراج الحجز العابرين الى مناطق الثوار، اليوم تم قنص احد الاشخاص ولم يصب بيده. هذا بالنسبه للوضع العسكري. اما بالنسبه للوضع الانساني والقصف، اليوم تعرض حي المشهد لقصف جوي لكن كانت الاضرار ماديه، كذلك تعرض حي القطانه المرافق لحي قاضي عسكر لقصف وكانت ايضا الاضرار ماديه، كذلك تعرض حي الحداديه. اما المأساة الكبرى اليوم في حي الكلاسة حيث ارتفع عدد الضحايا جراء القصف. نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال بالأخ أبو يزن الحلبي، شكرا.